دكتور عبد الناصر معنا، يرجى إتاحة الصوت للدكتور عبد الناصر البركي لو تكرمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نهني أنفسنا ونهني جميع الباحثين والأكاديميين أعضاء منصة أورين، هذه المنصة التي جمعت جميع البحات الناطقين باللغة العربية. من خلال هذه المنصة التي أشبعتنا وعملت على تطوير الذات لجميع الأكاديميين، شكرا للجنة المنظمة وعلى رأسها الدكتور أحمد، وكذلك نشكر مؤسس هذه المنصة الدكتور سيف السويدي واللدى الشرية وجميع فريق عمل منصة أورين. ونقول لكم بارك الله فيكم وشكرا جزيلا من ليبيا، من جامعة بنغازي، إلى كل أعضاء منصة أورين عبر 144 دولة. هذا العدد الذي يتجاوز 118 ألف عضو في هذه المنصة يدل دلالة كاملة على نجاح هذه المنصة وتحقيق أهدافها العلمية والتي نشعر بها. وأنا فخور جدا بأن أكون عضو في هذه المنصة، وبارك الله فيكم جميعا.